لو هتبص للانتخابات الرئاسيه سواء في امريكا او انتخابات رئاسه الوزراء في او البرلمانيه الموجوده في بريطانيا، هتبص مثلا في امريكا هتلاقي فيه الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري. من الممكن ان في ده اللي بيحصل طبعا ما بينهم المناظرات، من الممكن ان يخرج يعني شخص اخر في حزب صغير مثلا زي رالف نادر مثلا في حزب صغير، ولكن دايما المواجهه بتكون بين الحزبين الكبيرين. مفيش شك، هو ده مفيش تتويه للمواطن، ده نتاج تطور تاريخي وطويل في اي دول من هذه الدول. يعني هذه الدول فتحت الباب في الماضي، فكان هناك العديد من الاحزاب، ولكن زي ما قلت حضرتك هي في النهايه المساله بتنتهي مع مدى قناعه المواطن في الشارع بهذه الاحزاب. يعني لو في احزاب مثلا مش واجده اي صدى داخل في الشارع، خلاص ما طبيعي هتحاول يا تندمج يا اما هتتلاشى وجودها. فاحنا نترك التجربه، يعني كل شيء بتجربة، احنا بنخطو خطواتنا الاولى في الديمقراطية. ما فيش شك، وده اللي نتمناه، انه طريق الميل بيبدا بخطوة، واحنا بدانا الخطوة ان شاء الله، وبنراهن على المواطن المصري اللي عنده دلوقتي نوع من الحس السياسي يقدر يشارك، وندعو الجميع انه يشارك، وسواء في العمل السياسي سواء في انه ينزل يعبر عن رايه، ودي اللي هنقدر من خلالها نبني مؤسساتنا الدستورية قوية تقدر ان هي تحقق طموحات هذا الشعب اللي يستحق حياه افضل ان شاء الله. انا عايز يعني ارجع مره ثانيه لجزئيه مشاركه حزب النور، لان دي كانت جزئيه حاسمه يعني قبل دخول حضرتك على الهواء. شفت ازاي المشاركه دي، وهل من الممكن ان الاحزاب السياسيه الاسلاميه اللي ذات مرجعيه اسلاميه في الفتره الماضيه من الممكن الدخول بشكل اقوى في المشاركه السياسيه في الفتره المقبله ولا لا؟ احنا حضرتك بنتمنى ان كل المصريين يشاركوا في الفتره القادمه، واحنا ضد إقصاء أحد. يعني عانينا من النظام السابق أنه كم قول قبليه كمان كان هناك نوع من الإقصاء ونوع من السيطرة من جانب من بيده الأمر. إحنا نتمنى أن نزيل هذه المسائل ونفتح الباب لكل المواطنين المشاركة، وإخواتنا كلهم من أبناء هذا الوطن. أنا ما أحبش أقول كلمة الأحزاب الدينية أو الأحزاب الإسلامية، لأن إحنا هذه المسألة يعني خلينا نقول ذات المرجعية الإسلامية، وما فيش حد ضد الإسلام ولا حتى الإخوة المسيحيين ضد الإسلام، ولكن الحقيقة احنا عايزين نقول انه كل يشارك ونسمع بعض، وفي النهاية نقدر نصل الى توافق يوصلنا الى بر الأمان ان شاء الله.